بنتكلم في 29 مارس وهو اليوم المنتظر، يوم الحسمة، لأن النهاردة الساعة 7 بالليل هو أهم ميعاد بينتظره تقريباً 100 مليون مواطن مصري علشان تنطلق صفارة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال، اللي إن شاء الله يعني منتخب هيجبر فيه خواطر 100 مليون مصري. النهاردة لقاء الحسم اللي إن شاء الله ربنا هيكرمنا فيه وهنصعد من خلاله لكاس العالم للمرة الثانية على التوالي. أكيد هتكون مباراة صعبة، مش هتكون سهلة خالص أو سهلة بالمرة، لأنها بتتلعب هناك في السنغال أمام منتخب هو أقوى منتخب حاليا في إفريقيا، لكن إن شاء الله رجالة مصر قدها وهيقدروا اللي هم يغيروا المعطيات اللي هتكون موجودة في أرض الملعب، وهيفرجونا النهاردة على كورة حلوة وهيفرحونا. وليه النهاردة بقول هيفرجونا على كورة حلوة؟ لأن في كان بعض التشكيكات ان اداء المنتخب ما كانش هو المتوقع في المباراه اللي فاتت، لكن خلينا اقول لكم ان المباريات المهمه دي بيكون الاداء فيها مش هو اللي مسيطر على قد ما بيكون المسيطر فيها الفوز. الفريق اللي بيفوز، الفريق اللي بيقدر يحسم المباراه لصالحه هو اللي بيكون الافضل مهما كان اداء اللاعب اللي قدامك او المنتخب اللي قدامك. ده حقيقي يا احمد علم. خليني اقول لك ان النهارده المباراة مش هتبقى سهلة، لأنه ما فيش مباراة في المطلق سهلة. كمان نوعية المباريات دي بالذات لازم تكسبها، لأن أنت مش بس لازم تعمل جيم كويس، لا، أنت المهم تعرف أنك تكسب، وده اللي احنا قدرنا نحققه في المباراة الأولى. وعشان احنا طبعا حققنا الفوز في المباراة الأولى، احنا ممكن نتعادل المباراة دي، لكن احنا طمعين وعايزين نشوف المنتخب المصري بيتفوق وبيفوز. هي 90 دقيقة محتاجين تركيز من اللعيبة، محتاجين من الجهاز الفني ان هو كمان يبقى مركز مع اللعيبة. المهم ان الكل يلعب بحماس ورجولة زي ما عودتونا دايما. تقدروا ان انتوا تعملوا ده، تقدروا تحققوا الفوز، تقدروا تفرحونا. منتخب قوي، منتخب قادر، هو من أقوى المنتخبات، والجيل ده بالذات جيل في ناس كتيرة محترفة برة، وإحنا 100 مليون مواطن وراكم بنشجعكم من كل قلبنا. أكيد يا بسنت، زي ما بتقولي هي 90 دقيقة، بس خليني أقولك في حالة التعادل مش هتبقى 90 دقيقة، وده يعني أسوأ السيناريوهات اللي موجودة، لكن مفيش حاجة ممكن تكون سيئة، لأن التعادل في هذه المباراة هيأهلنا. لكن في حالة اللي احنا لو تعادلنا لا قدر الله أسوأ الظروف وهم جابوا جون، فيبقى جون قدام جون، هو ده التعادل اللي أنا أقصده. في الحالة دي هنتأهل لو احنا تعادلنا، لكن لو كان في فارق أهداف هنلعب أهداف أو هنلعب شوط إضافي، بالإضافة اللي احنا هنروح لضربات يعني الترجيحية، اللي في الحالة دي برضو خلينا أفكركم كده بالسيناريو اللي حصل، إن 120 دقيقة ما قدرش فيها في بطولة الأمم الأفريقية إن هم يدخلوا فينا إجوان. فبرضو حتى في أصعب السيناريوهات إن شاء الله إحنا قدها، لكن الماتش اللي فات في استاد القاهرة برضو لعبنا 90 دقيقة ما قدرش برضو فيها المنتخب السنغالي اللي هو يسجل هدف في شباك المنتخبات، حتى في شباك المنتخب الوطني. حتى وإن كان يعني التحليل الخاص بالأداء بيقول إن السنغال كان عنده 24 هجمة من خلال الكور الطويلة، لكن قدرنا من خلال الدفاع الجيد اللي موجود عندنا، وطبعا يعني الوحش بتاعنا محمد الشناوي، قدرنا ان احنا نطمن قلوب كل المصريين، وقدرنا ان احنا نختنس الفوز، واصبح عندنا افضليه الفوز على ارضنا. ويمكن ده اللي مخلينا النهارده مطمنين ان شاء الله واحنا موجودين في المباراه الخاصه بالسنغال على ارضهم، لان ده هيعمل حاله من حالات الارتباك عندهم. فكره ان انت تنزل تلعب وانت تحت ضغط، ده بيخليك برضو مرتبك، وانت كل تركيزك ان انت عاوز تجيب جون باي شكل من الاشكال، فبيخلي يبقى فيه صعوبه الى حد ما في المباراه. خلينا برضو اقول لكم حاجه تانية، ان فكره ان دي اصعب مباراه يعني في تاريخ الجيل الحالي، لان هي حتى اصعب من المباراه الخاصه بالكونغو في 2018 اللي اهلتنا لكاس العالم في روسيا. ويمكن من أهم الحاجات اللي هتحصل النهاردة أن الماتش هيتذاع على قناة أون سبورت، فكلنا إن شاء الله هنتفرج على المباراة، كلنا هنقادر المنتخب المصري لحد إن شاء الله ما نتفرج على المنتخب وهو موجود في كاس العالم في قطر، في مباراة هتكون يعني من أهم المباريات للجيل الحالي، لكن سهل علينا إن شاء الله. أنت قلت أن المباراة يمكن صعبة، لكن خليني أفكرك كمان أن احنا الجيل ده أو المنتخب الجيل ده تاني مرة يتأهل، فإحنا عندنا يعني روح معنوية عالية جدا، وإحنا كمشاهدين وكجمهور إحنا وراكم
يعني قلبا وقالبا احنا بنشجعكم من كل قلبنا ومعاكم ووراكم ايا كانت النتيجه. احنا كده كده بنشجع منتخبنا، احنا فريق قوي بيعرف يدافع بشكل كويس، عندنا قدرات هجوميه بنعرف ان احنا نستغلها في اللحظات المناسبه. البعض كان بيقول انه منتخب السنغال فيه لعيبه كتير قوي محترفه بره، يمكن احنا لعيبتنا محليين، لكن في الحقيقه اللي احنا شفناه لا، اللعيبه رجاله معلش يعني. حتى لو في شويه شفنا يمكن الدنيا نامت شويه في الماتش اللي فات في نص المباراه، لكن في الحقيقه لا، اللعيبه في الاخر رجاله وحققنا الفوز. عندنا منتخب قوي سواء في النواحي الفرديه او الجماعيه. على المستوى الفردي انت عندك محمد صلاح هو عايز يحقق الفوز، لانه هو لو حقق الفوز مع المنتخب ده بيأهله ان هو يبقى ياخد افضل لاعب في العالم، تشانس بتاعته او فرصه بتبقى اكتر. عندنا كمان عناصر كويسه في كل الخطوط زي ما قلت لكم، زي كيروش اللي اكتر حاجه بتميزه انه بيشتغل بواقعيه وبيحط تشكيل متوازن في كل مباراه، واحنا في الحقيقه كنا في الاول شاكين برده في اداء كيروش، لكن الراجل اثبت لنا انه قدها وقدود. ان شاء الله هنبارك لبعض، ان شاء الله هنبارك لبعض على الفوز، مش بس على يعني التعادل، لا هنفوز ان شاء الله. احنا واثقين في منتخبنا الوطني، كل الدعم لمنتخبنا، كل الدعم للعيبه الرجاله، كل الدعم للجهاز الفني. ربنا يا رب يجعل يومنا النهارده فوز ومكسب وفرح. ويعني انا حاسه ان احنا نقعد القعده دي كمان كام يوم وهنبقى مباركين لبعض ان شاء الله، نشوف مباراه تانية جايه لمنتخبنا الوطني بقى لما نتاهل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني مباراه القوه امام الاراده. وخلينا افكركم ان دايما اراده المصريين هي اراده صلبه لا تلين ابدا، وفي المواقف وفي وقت الشده دايما بنكون قدها. ان شاء الله النصر هيكون النهارده لمصر. صباح الخير على حضراتكم، صباح النصر يا مصر.